أدعو السيد طاهر سيالة وزير خارجية دولة ليبيا الشقيقة لإلقاء كلمته، فليتفضل. معالي أخي السيد عبد القادر مساهر رئيس الدورة الحالية، سادة معالي وزراء خارجية الدول العربية، معالي السيد الأمين العام، سادة أصحاب المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود بداية أن نجدد تعازينا الحارة في وفاة السفير أحمد بن حلي مساعد الأمين العام، راجين أن يتقبله المولى القبول الحسن وأن يعوض الجامعة العربية فيه خير التعويض. كما نود أن نرحب بمعالي الأخ ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون المملكة المغربية الذي يحضر اجتماعنا لأول مرة. نجتمع اليوم في دورة غير عادية في أوضاع حساسة تمر بالأمة العربية والإسلامية، وذلك لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير على مدينة القدس الشريف المحتلة، حيث أننا تابعنا بقلق عميق ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للمسجد الأقصى لليوم 15 على التوالي وفرض تدابير عسكرية محكمة بذريعة حادثة إطلاق النار التي تمت خارج باحات الحرم يوم 14/7/2017 من أجل تمرير مخططها المعد مسبقا لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف. أصحاب المعالي والسعادة، إنما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أسبوعين الماضيين من منع المصلين من دخول باحات المسجد الأقصى وتركيب بوابات حديدية ثم إعادة فتحها جزئيا بشرط الدخول عبر بوابات فحص إلكتروني ثم إزالتها لاحقا، وهما قوبل برفض فلسطيني واحتجاجات متواصلة. فإننا نطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تغير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى، كما أننا نرفض الهيمنة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والاعتداءات المتكررة في حق المسلمين ومنع ممارستهم لشعائرهم الدينية في الأماكن المقدسة بحرية ودون اعتداءات. إن تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني سيؤدي في نهاية المطاف إلى إشعال حرب دينية نرجو أن لا تكون ملامحها قد بدأت تلوح في الأفق. أصحاب المعالي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل فوق القانون الدولي، سواء كان ذلك قبل 60 عاما أو خلال الأسبوعين الماضيين أو غدا، وإننا نؤكد في هذا الإطار على ضرورة احترام القرارات الدولية الصادرة من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخاصة حرية العبادة وحرمة المقدسات الدينية. كما إننا ندعم ونؤيد البيان المشترك الصادر بتاريخ 17/7/2017 من قبل المرجعيات الدينية الوطنية في القدس المحتلة، ممثلة في رئيس مجلس الأوقاف ورئيس الهيئة الإسلامية العليا ومفتي القدس والديار الفلسطينية والقائم بأعمال قاضي القضاة في القدس، والذي دعوا فيه أهل القدس وفلسطين إلى رفض ومقاطعة كافة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها فرض البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى وعدم التعامل معها مطلقا. وفي هذا المقام أوجه تحية خالصة من القلب إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة المرابطين والمرابطات على تراب القدس والمسجد الأقصى، وذلك من أجل وقف وجود سلطات الاحتلال في باحاته وإغلاقه أمام المصلين وإخلائه ومصادرة مفاتيحه والعبث بمحتوياته ومنع رفع الآذان وإقامة صلاة الجمعة فيه في محاولات لتغيير واقعه التاريخي. أصحاب المعالي والسعادة، وأؤكد في ختام كلمتي هذه على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى يعتبران خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمون في كافة أرجاء المعمورة المساس بهما، ويرفضون بشكل قاطع عملية تهويد القدس وتغيير طابعها العربي الإسلامي واستمرار عمليات الحفر بالغة الخطورة في محيط المسجد الأقصى. وآمل من خلال هذا الاجتماع الكريم أن يصدر قراراً يدعم حماية الأراضي المقدسة ويوقف أي اعتداء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.